بيبدأ فيلمنا عام 1944 باحتلال ألمانيا لدولة إستونيا، وجيش الاتحاد السوفيتي بيضرب موقع من مواقع الجيش الألماني بالقنابل والقذائف، والجنود الألمان بيكونوا مستخبين في الخنادق، وبنعرف إن جنود الجيش الألماني من إستونيا وجنود الجيش السوفيتي برضو من دولة إستونيا، فمخليين شعب البلد يحارب في بعضه، وقائد الجنود بيحاول يتصل بالوحدة علشان تبعت لهم دعم، لكن في قنبلة من القنابل بتقع على سلك التليفون بتقطعه، فواحد من الجنود اسمه كارل بيخرج من الخندق وبيصلح السلك، وقائد الجنود بيكلم الوحدة وبيطلب منهم يبعتوا لهم دعم. بعد كده القائد بياخد الجنود وبيخرجوا يقفوا في الخنادق وبيجهزوا أسلحتهم لهجوم الجيش السوفيتي عليهم، وأول ما جنود الجيش السوفيتي قربوا من الخنادق ضربوا عليهم نار وضربوهم بالمدافع وبيحاولوا يبعدوهم عن الخنادق، فالدبابات السوفيتية ضربت عليهم قذائف، فالجنود الألمان بيفضلوا في أماكنهم وبيضربوا على السوفيتيين نار وبيقتلوا جنود كتير قوي من الجيش السوفيتي وبيحاولوا يدمروا الدبابات قبل ما توصل للخنادق. وبنروح لكارل والجندي اللي معاه، ورصاص الرشاش اللي معاهم بيخلص، فكارل بيجري بسرعة في الخندق علشان يجيب زخيرة، لكن بتترمي جنبه قنبلة، والجندي اللي جنبه رجليه بتتقطع، والزخيرة بدأت تخلص من الجنود الألمان، فبدأوا يرموا قنابل على الجنود السوفيتيين، لكن دبابة سوفيتية بتعدي من فوق الخندق، فواحد من جنود الألمان بيضربها بقذيفة بيدمرها، وكارل بيجيب زخيرة وبيرجع لمكانه بسرعة، وبيضرب في جنود الجيش السوفيتي وبيموت جنود كتير جدا، وكارل والجنود بينجحوا ان هم يقتلوا كل الجنود السوفيتيين وبيحموا خنادقهم. بعد كده الوحدة بتبعت لمعسكر كارل جنديين بس وبيكونوا اخوات توأم، فقائد المعسكر بيتضايق ان محدش مهتم بيهم ومش عايزين يبعتوا لهم دعم كويس، لكن الجنود بتتعامل مع الوضع اللي هم فيه وبيعاملوا الجنديين بطريقة كويسة وبيضحكوا ويهزروا معاهم. بعدها كارل بيقعد يكتب جواب ومذكرات، فواحد من الجنود سأله انت بتكتب الجواب لمين؟ فكارل ما ردش عليه ومرضيش يقول له بيكتب الجواب لمين. بعد كده قائد المعسكر بيقرر ان هو يسيبوا موقعهم ويمشوا يرجعوا الوحدة، وبيوري الجنود موقعهم على الخريطة والاماكن اللي هيمشوا فيها، وقال لهم ان الطريق ده مليان الغام من حواليكم، وبيخرجوا من الخندق بتاعهم وبيفضلوا يزحفوا على بطنهم وبيكون حواليهم قنابل والغام، وبيوصلوا للخندق اللي جنبهم وبيلاقوا فيه اربع جنود من الجيش الالماني، وواحد من الجنود قال لهم ان في جنود سوفيتيين في الخندق اللي جنبهم ولو اتحركنا هيقتلونا، فقائد الجنود قرر يفضل في الخندق لحد الصبح، والنهار بيطلع عليهم وبيجهزوا نفسهم واسلحتهم علشان يهجموا على الجنود السوفيتيين، والقائد بيديهم اشاره وبيرموا على الجنود السوفيتيين قنابل وبيهجموا على الجنود اللي في الخندق وبيضربوا عليهم نار، وبيفضلوا يرموا قنابل ويضربوا عليهم نار كتيره، لكن واحد من الجنود السوفيتيين بيرمي عليهم قنبله فبتنفجر جنبهم ومحدش بيتصاب، وبيوصلوا لباب الخندق لكن بيكون مقفول، فبيحطوا على الباب ده قنبله. الوقت ده الجندي اللي ماسك رشاش بيقتل في الجنود اللي بتحاول تهجم عليهم، لكن الرصاص بيخلص منه، فواحد من الجنود السوفيتيين بيهجم على الجنود اللي في الخندق وبيقتل واحد منهم، لكن الجنود بيضربوه بالنار بيموتوه وبيفجروا القنبله وبيدخلوا الخندق. وبنروح لكارل، وواحد من الجنود السوفيتيين بيهجم عليه وبيخنقه، فكارل طلع خنجر من رجليه وبيقتل الجندي ده، وكارل والجنود الالمان بينجحوا ان هم يسيطروا على الخنادق ويقتلوا جنود الجيش السوفيتي. بعد كده بيجي واحد مسؤول من الجيش الالماني وبيحييهم على شجاعتهم وبيديهم صور لهتلر وبيطلب منهم يحيوه، لكن كارل وجنوده مش بيرضوا يحيوا هتلر. بعدها بيقعدوا في الخندق وبيسخروا من صورة هتلر، وواحد من الجنود بيكون متضايق جدا من الحرب وقال لهم احنا مش بنقتل في الجيش السوفيتي، احنا بنقتل في شعبنا، وقال لهم ان هم بيحاربوا مع الجيش السوفيتي زي ما احنا بنحارب مع الالمان وعمالين نقتل في بعض، والموضوع قلب حرب اهليه. بعدها بيخرجوا في الخندق علشان يامنوه، لكن قناص من الجيش السوفيتي بيضرب واحد من الجنديين التوأم بالقناصه بيموته. بعد كده واحد من الجنود بيروح لكارل وبيطلب منه يجهز ويسيبه مكانه علشان العربيات اللي جايه تنقلهم الوحده وصلت، فكارل متضايق ومش عايز يمشي، فبعدها بيركبوا العربيات وبيمشوا، وهم ماشيين بيشوفوا سكان المدينه واخدين اطفالهم وماشيين بيهم، فكارل بيبص لهم وبيكون زعلان من اللي بيحصل فيهم. بعدها مجموعه من عناصر المقاومه بيوقفوا الجنود الالمان وبيطلبوا منهم ذخيره واسلحه، فالضابط الالماني اداله ذخيره واسلحه كتير. بعدها بيجي طيارات من الجيش السوفيتي وبتضرب عليهم نار وقنابل، فبيجروا بسرعه علشان يستخبوا في الغابه، والطيارات بتموت ناس كتيره من سكان المدينه، والجنود الالمان وسكان المدينه بيدخلوا يستخبوا في الغابه، لكن بيكونوا سابوا طفله لوحدها والطيارات السوفيتيه بتضرب حواليها نار، ففي جندي جري عليها وبيحاول ينقذها، لكن الطيارات بتضربه بالنار بتموته، فكارل جري بسرعه وشد الطفله واستخبوا في الخندق لحد لما الطيارات بطلت ضرب ومشيت، وكارل بيقعد يلاعب الطفله علشان ما تخافش. بعد كده قائد الجنود قرر ان هو يركب سكان المدينه في العربيات بتاعتهم وهم يمشوا على رجليهم، وكارل بيركب الطفله مع سكان المدينه وبيودعها. بعدها كارل بيمشي لوحده في اتجاه معسكر السوفيتي
الروسيين وبيقرر ان هو يحاربهم. فالجنود كلها مشيت وراه وقرروا ان هم ما يرجعوش المعسكر ويحاربوا الجيش السوفيتي، وبيوصلوا لتل عالي وبيحفروا في التل خنادق علشان يعملوا فخ لجنود الجيش السوفيتي. بعدها بيجي راجل عجوز وزوجته بيكونوا ساكنين في الغابه وبيدوهم اكل وبيساعدوا كارل والجنود. بعد كده كارل والجنود بيستخبوا في الخنادق، واول لما جنود الجيش السوفيتي قربت منهم بالدبابات ضربوا عليهم نار، فالجنود نزلت بسرعه من على الدبابات والقناص الالماني فضل يقتل فيهم، لكن القناص السوفيتي ضرب وموته والدبابات ضربت عليهم قذايف وموتوا جنود من الجيش الالماني، والجنود السوفيتيين بيتحركوا ورا الدبابات، وواحد من الجنود السوفيتيين بيهجم على كارل وبيقتله. فالجنود الالمان قرروا يرجعوا الغابه، لكن فجاه جنود الجيش السوفيتي بيوقفوا ضرب نار وسابوا الجنود الالمان يرجعوا الغابه وما رضيش يقتلوهم علشان هم من سكان مدينه واحده. بعدها قائد معسكر السوفيتيين اللي اسمه كريمل بيجي ويزعق لقائد الجنود السوفيتيين عشان هو ساب جنود الجيش الالمان وما رضيش يقتلهم وسابهم يهربوا، وقرر يحوله لمحاكمه عسكريه. بعدها الجندي اللي قتل كارل بيروح يبص على كارل، وبنعرف ان الجندي ده اسمه جوري، وبيطلع مذكرات كارل وجواباته، وبيعرف ان كارل من نفس مدينته فبياخد الجوابات. بعدها جوري والجنود بيحفروا وبيدفنوا كل الجنود اللي ماتت ودفنوا مع جنودهم كارل والجنود الالمان، وبيجي عليهم الراجل العجوز وزوجته. فاول لما شافوهم خافوا وادوهم الاكل اللي معاهم وما رضوش يسالوهم عن الجنود الالمان علشان ما يشكوش فيهم ويقتلوهم، لكن جوري عارف ان هم كانوا بيساعدوا الالمان وما رضيش يقتلهم وسابهم ومشي، وبيرجع معسكره وبيكون متضايق جدا ان هو قتل كارل. بعد كده جوري بيروح لبيت كارل وبيقابل واحده اسمها انيو وبيسلمها الجواب بتاع كارل، وبتعرف ان كارل مات فبتقعد تعيط، فجوري بيكون مفكرها ان هي مراته، لكن دي بتطلع اخته فهداها وقال لها ان اخوكي مات بطل ومات وهو بيحارب بشجاعه، وان هو دفنه وكرمه لما مات وما رضيش يقول لها ان هو اللي قتله. وانيو بتقعد تحكي له عن كارل وذكرياتها مع اخوها، فجوري بدا يحكي لها عن نفسه وقال لها ان هو انضم للجيش السوفيتي غصب عنه وما كانش عايز يحارب، فسالته عن عيلته فقال لها ان عيلتي كلها ماتت. بعدها انيو جابت له اكل، وانيو بتكون مبسوطه ان جوري بيعاملها كويس، وجوري بيقوم يبص من الشباك بيلاقي كل المباني اللي حواليهم متدمره بسبب القصف اللي حصل في المدينه، وانيو قالت له ان ده بيت عمها، ولما حصل قصف على المدينه عمها سابها وهرب للسويد. بعد كده جوري بياخد انيو وبيتمشوا في شوارع المدينه وبيكون حبها، وانيو سالته انت هترجع للمعسكر تاني ولا لا، وهي بتكون مش عايزاه يرجع وعايزاه يفضل معاها، فقال لها انا لازم ارجع، فانيو اتضايقت لانها بتكون بدات تحبه. بعدها جوري بيودع انيو وبيمشي، وبيقابل واحد في الشارع بياخده يقابل كريمل قائد المعسكر، وكريمل بيساله انت كنت بتعمل ايه في المدينه، فكذب عليه وقال له انا كنت بزور اختي، فكريمل قال له انا بصيت على الملف بتاعك وانت مالكش اخوات، وبيلوم جوري ان هو زار انيو اخت كارل علشان كان جندي في الجيش الالماني. بعد كده جوري بيرجع المعسكر وبيقعد يكتب مذكراته وشويه جوابات. بعدها جوري بيوري جنوده موقع من مواقع الالمان علشان يهجموا عليه، وقال لهم ان المعسكر ده اخر خط دفاع للالمان في المدينه وقريب من البحر، والاسطول الالماني موجود على الشواطئ ومش هيسيبهم يعدوا بسهوله، وبيعرف جنوده على الخطه اللي هينفذوها. بعدها كريمل بيستدعي جوري في مكتبه وبيوقفه على باب المكتب، فجوري خايف وفكر ان كريمل عايز يقتله، لكن كريمل حفزه على تنفيذ المهمة وقال لجوري ان هو شاف الملف بتاعه وعرف عنه كل حاجة، وعرف ان والده كان بطل في الجيش ومات وهو بيحارب، وقال لجوري لو نفذت المهمة ونجحت هخليك قائد سرية في المعسكر. فجوري استغرب من معاملة كريمل ليه. بعد كده جوري بيتحرك بجنوده والاسطول الالماني بيضرب عليهم قذايف وقنابل وبيحاولوا يمنعوهم يوصلوا لاخر خط دفاع للجيش الالماني، والجنود بتحاول تستخبى ورا الدبابات، وجوري بيحفز جنوده ان هم يتقدموا، والاسطول الالماني بيدمر دبابة من الدبابات وبيموت جنود كتير جدا من جنود جوري، فجوري والجنود اللي عايشة جريوا ورا الدبابات علشان يستخبوا من قصف الاسطول، لكن واحد من جنود جوري خاف وجري في الغابة فداس على ألغام ومات. بعدها الجنود الألمان بيضربوا على جوري وجنوده بالرشاشات، فدبابة ضربت الجنود وموتتهم، وجوري وجنوده استخبوا ورا سور، وواحد من جنود جوري اسمه بور بيضرب بالقناصة الجندي الألماني اللي بيضرب بالرشاش عليهم. بعدها جوري وجنوده بيهجموا على الجنود الألمان، والجنود الألمان بيضربوا عليهم نار، فجوري والجنود استخبوا ورا الدبابات، والدبابة دخلت في المبنى اللي مستخبي فيه الجنود الألمان دمرت المبنى، فجوري وجنوده بينزلوا خنادق اللي فيها الجنود الألمان وبيرموا على الجنود الألمان قنابل وبيضربوا عليهم نار. بعدها جوري وجنوده بيستمروا في هجومهم على الجنود الألمان وبيضربوا عليهم نار وقنابل، وبيوصلوا لآخر 3 جنود ألمان عايشين، فالجنود بيستسلموا لكن جوري وجنوده قتلوهم، وجوري بينجح إن هو يسيطر على آخر خط دفاع للجيش
الجيش الألماني. بعد كده جوري بيقعد يحتفل مع جنوده وبيروح لصديقه بور وبيحكي لصديقه على أنيو وقال له إن هو بيحبها لكن حاسس بالذنب وعايز يعترف لها إن هو قتل أخوها كارل. فبور قال له إحنا في حرب وكان لازم تعمل كده ولو أنت ما قتلتوش كان هيقتلك. بعد كده جوري وجنوده بيمشوا في الغابة وبيدوروا على الجنود الألمان علشان يقتلوهم ومعاهم كريمل قائد المعسكر وبيسمعوا صوت في الغابة فبيمشوا ناحية الصوت ده وبيوصلوا لضفة النهر وبيلاقوا مجموعة من الجنود الألمان في النهر والجنود بيكون سنهم صغير فالجنود على طول سلمت نفسها فكريمل طلب من جوري إن هو يقتلهم فجوري رفض وقال له إن الجنود سنها صغيرة وما ينفعش يموتوا وقال له إن هم كمان معهمش سلاح يعني كمان جنود عزل فكريمل اتعصب وأصر إن جوري يقتلهم لكن جوري رفض فكريمل ضرب جوري بالنار في صدره موته فالجنود بترفع سلاحها على كريمل علشان يقتلوه إن هم هيتحولوا لمحاكمة عسكرية لو قتلوه فالجنود خافت ومرضتش تقتله لكن كريمل بيتضرب بالنار وبيموت وبيكون بور هو اللي ضربه بقناصة موته وبينتقم لصديقه جوري والجنود السوفيتيين بيمشوا الجنود الألمان وبيهربوهم وبور بيروح لجثة صديقه جوري وبيكون متضايق جدا على موته وبيطلع الجوابات ومذكراته وبياخدهم. بعد كده بور بيروح لأنيو البيت فأنيو بتدخله البيت لكن بور حط لها الجواب على الترابيزة ومشي فأنيو استغربت إن هو مشي وبصت على الجواب لقيته من جوري فعرفت إن جوري مات هو كمان وبتزعل على موت حبيبها جدا وجوري بيعترف لها في الجواب إن هو اللي قتل أخوها كارل وبيعتذر ليها على موت كارل وبيخلص فيلمنا على كده.